توا فما تطبيق معناها للتسربات هذه للزيوت اللي متسربه راهو من محركات السفينه واللي تم الحمد لله معناها لعل تبعته معناها الكل عمليه شفط هذه الزيوت المتسربه داخل هذا الطوق داخل هذا السد العائم وتم نقلها الى الميناء يعني في مكان أمن. الحمد لله الى حد الان دونك ما فماش كارثه بيئيه وان شاء الله تحاول ما تكونش فما كارثه بيئيه. باش نواصلوا العمليه بامكانيه تونسيه تونسيه او باش يتم قبول المساعده كما ايطاليا مثلا اللي عرضت على تونس الدعم. هو احنا مع معناها ما عنديش اشكال باش نتعاونوا مع جميع الدول الشقيقه والصديقه اللي انا بالمناسبه حاب نشكرها معناها على العروض اللي قدمت بها واللي كانت هي عروض تلقائيه في اطار هذا التضامن المتوسطي لانه الفضاء هذا هو فضاء مشترك يعني جميع الدول. وإيطاليا بادرت بإرسال سفينة هي موجودة على عين المكان توا في خليج جابس على مقربة من مكان غرق سفينة إكزيلو واللي معناها حسب الطبيعة يعني التدخلات اللي ممكن تعرضها يعني السفينة هذه ماهيش مثلا مختصة في عملية شفط يعني شحنة السفينة من يعني من 750 طن هذه من مادة الغازوال معناها هي سفينة عندها تجهيزات واحنا مازلنا ندرسوا معهم كيفيه التدخل ولا ماذا يمكن ان يقدموه في اطار هذه العمليه وبطبيعه اي دوله اخرى او اي مساعده اخرى هي مرحب بها ولهنا راه مش كان دول معناها شقيقه او صديقه زاد عبرت هي دول كثيره راه في الواقع ولكن زاد نحب زاد نشكر هوني الخواص اللي عبروا بصفه تلقائيه واكدوا على وضع معنا جميع معداتهم وخبرتهم وتجهيزاتهم على ذمة السلطات البحرية التونسية للمساهمة في عملية الإنقاذ وفي عملية معنا تفادي ما هو يطلق عليه وقاعد الناس تقول عليه كارثة بحرية ولكن احنا الحمد لله إلى حد الآن يعني في وضعية معنا بصدد متابعة وما فيناش حتى شيء معنا خطير. وقتاش ينطلق شفط الخزانات متاع السفينة شو اللي نستناو باش يتم شفط الكميات هذه؟ هو مدام زينة فما برشا جوانب يعني تتعلق بانطلاق عملية شفط الجوانب منها ما هو فني تقني كيفية معناها ربط الأنابيب اللي ولا الخراطيم اللي باش يتم بها شفط الشحنة الموجودة يعني كيفاش نضمنوا أقصى حدود السلامة والأمان وعدم إمكانية حدوث تسربات أو عدم حدوث يعني حوادث أو يعني أخطاء في مثل هذه العملية. هذاك علاش احنا بصدد توا المفاضلة بين عروض قاعدة جينا من عند شركات خاصة او زادة مؤسسات عمومية من اجل المساهمة جميعا في هذه العملية لشفط الكميات والشحنات الموجودة في خزانات السفينة باكثر قدر من الامان والسلام. واحنا توا في اطار الاجتماعات الدورية لخلية الازمة اللي موجودة معناها في ميناء جابس التجاري قاعدين يوميا معناها بصدد الدراسة والمعاينات من طرف هؤلاء المتدخلين لضبط الطريقة المثلى لشفط هذه الشحنة بأقصى حدود الأمان. من ناحية ثانية ما نجموش احنا نتكلموا على عملية كما هذه دون زادة استكمال مسارات اخرى منها ما يتعلق بالاتصال بمالك السفينة وبمجهز السفينة وخاصة زادة بشركة التأمين التي هي زادة يجب ان تتدخل في هذه العملية. يعني هنالك مسارين مسار تقني فني واحنا بصدد القيام به مسار قانوني اجرائي يعني زادة كيف ما معناه احنا في تواصل مباشر مع جميع معناه من له صلة في هذا الموضوع وطبعا هذا كله بإشراف البحرية الوطنية وبمعناها مشاركة معناها ما بين وزارة البيئة ووزارة النقل وزارة الداخلية ووزارة الدفاع الوطني.